نأتي إلى آخر فقرة من فقرات برنامجنا أعزائي المشاهدين، وفيها سوف نلتقي اليوم في حوار مفتوح مع أحد الشبان الذين كان لهم بصمة في الثورة السورية. إنه الشاب دلشاد عثمان، معنا عبر خدمة سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية مدينة واشنطن. أهلا وسهلا بك أستاذ دلشاد. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا أسامة. يا أهلا بك. بداية، نحن بنعرف يعني شغلات قليلة عنك، بس هي كثيرة بالنسبة لسيرة حياتك. طبعا نحن عرفنا أنك أخذت جائزة مهمة بالنسبة لبرنامج على ما أعتقد أنك عملته، هي جائزة فريدم هاوس لحريات الإنترنت في العالم. نعرف شغلات بسيطة ثانية، بس يا ريت نسمع شيء منك عن دلشاد عثمان، تفضل. مرحبا. أول شيء، ظروف الثورة بصراحة دفعتنا بداية الثورة، من بداية الحراك المدني، دفعتنا لأنه نتجه كخبرات، نستغل خبراتنا اللي هي موجودة عندنا كبروفيشنالز، أنه نساعد فيها الناس ونخدم فيها الحراك اللي عم بيصير بسوريا. فتحركت بصراحة من كوني تقني عم يستخدم بموضوع البرمجيات للعمل بمجال أمن المعلومات. فالعمل بمجال أمن المعلومات لتوفير حماية الناس ومساعدتهم على أنه يكونوا بعاد عن مراقبة الإنترنت، مراقبة الإنترنت اللي هي قضية جدا حساسة بسوريا يعني. فهذا الشيء دفعني لأني أشتغل كثير بمجال أمن المعلومات وحاول أنشر، لأنه هي بصراحة ثقافة مغيبة عن مجتمعنا، لكون النظام مهتم دائما بأنه يخترق خصوصية أمن المعلومات للناس، إن كان على الأرض أو إن كان على الإنترنت. فكانت مهمة صعبة جدا أنك توعي الناس وتفهمهم أنه من حقهم يكون عندهم خصوصية ومن حقهم يحموا حالهم. أكيد. طيب، البرنامج اللي أنت عملته بخص الإنترنت وأمان التصفح بالإنترنت، يا ريت تحدثنا بشكل مفصل عن البرنامج هذا، وهل هو متاح لكل الناشطين أو كل المتصفحين لشبكة الإنترنت أن يستخدموه بصورة مجانية أو بلقاء مبلغ مالي أو ماذا؟ يعني حدثنا عن هذا البرنامج. قصة البرنامج بتبدأ من اللحظة اللي أنا اضطريت فيها أترك البلد. كان في صحفي بريطاني تابع التلفزيون بي بي سي عم يعمل فيلم دوكيومنتري بسوريا، فصورني ضمن هذا الفيلم. وهذا الصحفي ما كان مهتم بموضوع تشفير أمن المعلومات، تشفير بياناته وموضوع أمن المعلومات بشكل كامل. فهذا الصحفي تم اعتقاله وتم كشف أنه نعرفت أنا، وتم اعتقال شخصين. فاضطريت أنا بعد الحادثة أن يطلع من سوريا. فاشتغلت على موضوع أنه تأمين حلول أو تأمين حل بيكون سهل جدا للناس اللي هن ما عندهم خبرة تقنية نهائيا. فطورت نظام تشغيل كامل، يعني نظام تشغيل حاسوبي كامل سميته فيرتوس. هو مهمته أنه يهتم بأمن المعلومات الخاص فيك بدون ما أنت تكون أصلا، بيكون ما يكون في عندك اصلا خبره انت بتشغيل اي شيء بخص امن المعلومات. فالنظام هو بيوفر لك حمايه كامله، تشفير لكافه بياناتك اللي بتطلع وبتدخل، بالاضافه لواجهات رسوميه سهله. ممتاز. يعني هل البرنامج هذا متاح لكل المستخدمين بصوره مجانيه؟ البرنامج مجاني ومتاح لكافه المستخدمين، وحاليا عندي 60% من المستخدمين من الصين، لكون الصين تعاني من موضوع المراقبه. عظيم. هو خلينا بس نفهم المشاهد بطريقة أكثر دقة، هو برنامج تشغيل بديل عن برنامج الويندوز، يعني مثل لينوكس خلينا نقول، ممكن ينعمله تنزيل على الكمبيوتر ويتم تشغيله فقط في حال تصفح الإنترنت. أنا فهمت صح ولا كلامي غلط؟ طبعا كلامك صح من ناحية نظام التشغيل. هو نظام تشغيل بديل عن الويندوز مثل ما حكيت، هو مبني عن الفيرتوس، عفوا مبني على اللينوكس. اللينوكس هو نظام تشغيل مجاني مفتوح المصدر، يعني الشيفرة تبعه، الكود اللي انكتب فيه هو مفتوح، متاح للناس تقرأ وتستخدمه وتطوره. فأخذت لينوكس وطورته ليكون نظام تشغيل مشفر ويوفر الأمان للناس. هلأ النسخة متاحة لأي شخص أنه يحملها، النسخة متاحة ومجانية، بالإضافة لأنه مفتوح المصدر، يعني أي مبرمج فيه ينزلها، يعدل عليها، عنده وجهة نظر أخرى يطورها ويرجع ينشرها مرة أخرى، وهي طبعا سهلة الاستخدام. طيب، هل أثبتتم أنها فعالة فعلا فيما يقوم به النظام بالنسبة لترصد الناس في سوريا؟
طبعا بالاصدار الاول، الاصدار الاول اثبت نجاح كتير، يعني في مجموع يعني على الاقل، في 2000 شخص عم يستخدموا النسخه بسوريا. هلا النسخه بتحمي من عده اطراف، اول شيء بتحمي تصفحك للانترنت، يعني انت غير مكشوف نهائيا، بالاضافه لانه النسخه ما بتنزل على كمبيوترك، ففي لحظه الاعتقالات لو اخذوا الكمبيوتر تبعك ما في شيء على كمبيوترك نهائيا، السيستم بينزل على فلاش ديسك صغيره، فانت بتحط الفلاش ديسك وبتشغل السيستم تبعك، بيدخل على هذا النظام اللي هو مشفر ومأمن، بس تخلص شغلك مجرد انك شلت الفلاش او طفيت كمبيوترك فبيمسح كل شيء وما بيضل في اي شيء على جهازك، فحتى ما فيهم يتبعوا اثر اجراء اي عمليه تمت على جهاز الحاسوب الخاص فيك. طيب دلشاد، يعني هاي العملية بتتم داخل الكمبيوتر الشخصي وأكيد معك حق فيها، لكن بالنسبة للداتابيز أو بيان أو خلينا نقول خزينة المعلومات في جهة خدمة الاتصال، هل يتم مسح هذه المعلومات من هناك أيضا أم يستطيعون من خلال شركة الاتصالات الوصول إلى الأماكن التي تصفحتها أنت؟ اولا هو بالنظام، خلينا نحكي بفصل لك شوي نقطه، انه انت لما بتستخدم هذا نظام التشغيل حتما انت عم تنزل ملفات، عم تعدل ملفات وورد على كمبيوترك الى اخره من هي الامور، فمجرد انك عم تدخل من النظام اللي هو موجود على الفلاش ديسك لا الهارد ديسك الخاص فيك، بيتم كتابه الملفات بطريقه مشفره، فهي الملفات بتتخزن على كمبيوترك، الملفات اللي انت بدك تخزنها بطريقه مشفره، فما بيتم، ما فيك تفتح هاي الملفات الا عن طريق نظام التشغيل فيرتوس والباسورد الخاصه فيك اللي انت حطيتها، هي اولا. ثانيا البيانات اللي انت تواصلت فيها عن طريق الانترنت، الايميلات اللي ارسلتها، المواقع اللي زرتها، هي بتتم يتم ارسال البيانات بواسطه قناه مشفره، هاي القناه المشفره بتعبر عن طريق مؤسسه الاتصالات السوريه طبعا، ولكن هاي القناه مشفره تشفير عالي، كميه هائله من البيانات عم تروح وتجي من سابع المستحيلات فك تشفير هاي البيانات، فمن الصعب جدا تتبع المعلومات من جهة مؤسسة الاتصالات ومعرفة انت شو عملت، ومن المستحيل تتبع ومعرفة انت من وين داخل من قبل الشركة، لان انت بالنهاية عم تدخل على مواقع انترنت هي موجودة برات سوريا، ممكن هاي المواقع تكون مزورة، ممكن تكون كمان النظام عملها ليكشف شخصيتك، فحتى بهاي المواقع انت محمي من هاي الجهة، لانه في قناة مشفرة بالوسط هي اللي عم تغير موقعك دائما وعم تغير مكانك وتغير تشفير بياناتك. إذا ننصح جميع الناشطين في سوريا على استخدام فيرتوس الذي هو من إنتاج دلشاد عثمان. طيب دلشاد، يعني إلى أي مدى النظام وأجهزة النظام قادرة على تتبع المعلومات الخاصة بالناشطين في سوريا بدون فيرتوس أو أي برنامج مغاير لي أو مشابه لفيرتوس؟ النظام السوري ببداية ثورة الياسمين بتونس حسب حساب لهذا الموضوع واشترى مجموعة أنظمة جدا متطورة من مجموعة دول، مجموعة شركات متعددة الجنسيات من ضمنها شركات إيطالية بريطانية وأمريكية. الحلول اللي عم يستخدمها النظام هي من أكثر الحلول المتطورة بالعالم، يعني مقارنة بإيران والصين، سوريا واحدة من الدول كمان اللي بتعتبر من ضمن هاي الدول المتطورة بتكنولوجيا المراقبة طبعاً للأسف. طبعاً. فالحلول اللي موجودة عند النظام هي فعلاً حلول متطورة، حتى بكشف الاتصالات المشفرة وقطعة. لهيك بنعاني مثلاً من فكرة بسوريا إنه والله عم بيحكوا الناس إنه اليوم الفي بي إن ما عم يشتغل بسوريا. الفي بي إن ما عم يشتغل بسوريا لأن النظام عم يقدر يعرف حتى الاتصال المشفر شو طبيعته. معلش دلشاد عذرا، لو بتشرح للمشاهدين شو يعني الفي بي ان، معلش لانه في ناس كثير ما بتعرفه. تماما. الفي بي ان هو عباره عن انشاء قناه، ما بدي احكي شوي بتفصيل علم تقني مصطلحات، هو عباره عن انشاء قناه مشفره بداخل اتصالك تبع الانترنت، يعني انت صح عم تتصل بالانترنت عن طريق وزارة الاتصالات السورية او مؤسسة الاتصالات، ولكن انت عم تنشئ اتصال مشفر بداخل اتصالك، فكل طلباتك تبع الانترنت بتمشي بتعبر ضمن الاتصال المشفر هذا، فانت بتكون محمي لانه هن ما فيهم يعرفوا انت شو عم تعمل، مجرد عم بيشوفوا خربشات وبيانات مشفرة غير مفهومة. فالنظام استطاع انه يمنع حتى وصول الاتصالات المشفرة، يمنعها كليا ويمنع عليك إنشاء اتصال مشفر. لهيك سوريا تعتبر من الدول المتطورة بالمراقبة، ولكن
بعد شهر 8 بعد أغسطس 2011 كتير مجلات وكتير صحفيين عملوا على موضوع كشف هاي الشركات وكشف هاي الشركات وكشف انه عم يدعموا النظام السوري. فصار في مجموعة قرارات دولية اكثر تقييدا لتوفير النظام السوري بهاي التكنولوجيا. فبحسب مراقبتنا بصراحة للوضع بعد شهر 8/2011 توقف، يعني ما فيني انا اعتبر ان النظام صار استمر بعمليه التطور وتطوير اجهزته لمراقبه الانترنت، بالعكس هو توقف وما عاد يستطيع يعني يجيب تكنولوجيا متطوره اكثر. لهيك عوض بما يسمى الجيش السوري الالكتروني وفعل مجموعات الهاكر اللي موجوده ضمنهم واللي بلشوا يعملوا عمليات اختراق منظمه وعشوائيه بتكنولوجيات اخرى. اي طيب أستاذ دلشاد، عمليا أي البرامج اللي بيستخدموها الناس أو الناشطين بالذات يعني ممكن تكون صعب مراقبتها من النظام بدون أي برامج؟ مثلا يقال أن برنامج سكايب أو أي برامج مغايرة مشابهة للسكايب البالتوك طبعا يعرف أنه هو برنامج مخترق جدا، لكن سكايب يقال عنه أنه برنامج جيد نوعا ما وصعب مراقبته، ماذا تقول أنت؟ برنامج سكايب يعني خلي عم نفرض هلأ أنا وأنت عم نعمل مكالمة سكايب، مظبوط؟ مكالمة السكايب اللي بيني وبينك هي مشفرة، ما في شخص ثالث بإمكانه يخترق هاي المكالمة ويعرف شو عم نحكي هلأ بهاللحظة. ولكن شو مشكلة السكايب بسوريا؟ السكايب بسوريا أنه أغلب الناشطين عم بيحطوا القوائم الناس اللي عم يشتغلوا معهم كاملة على السكايب. السكايب بيحفظ الرسائل، بيعمل ارشيف لرسائلك القديمه ايضا وبشكل كامل. فمشكله السكايب انه لما شخص عم بيتم اعتقاله او بيتم اختراق كمبيوتره عم ياخذوا الباسورد، فعم يكشفوا كل شيء، تاريخك من محادثات اجريتها مع ناس، من ناس موجوده على قائمتك، وبيستغلوا هالشغله ليكشفوا الناس هدول او يضحكوا عليهم بطريقه ما ويخلوهم مثلا يبعثوا لهم فيروسات عن طريقهم. فمشكله السكايب انه هو كثير قوي ليربط الناس مع بعضها، ولكن لما انت تكون مكشوف ويتم كشف كلمه السر تبعك واسم المستخدم، فانت عم تعرض هي شبكتك القويه للكشف. فبالمختصر السكايب هو مؤمن كقناه اتصال مشفره، ما حدا بامكانه يعرف شو عم تحكي انت عن طريق السكايب، ولكن اذا تم اختراق حاسوبك فانت انكشفت اكيد. طيب ماذا عن النت الفضائي للشاد؟ يعني هناك من الناشطين من يلجأ الى استخدام النت الفضائي، هل هو مؤمن؟ هل له مخاطر محاذير؟ تفضل. الانترنت الفضائي هو الوسيله الوحيده اللي ممكن السوريين اليوم يستخدموها في ظل انقطاع الانترنت. يعني القامشلي على سبيل المثال من 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 اواسط اذار لحد اليوم ما عندهم انترنت، فمضطرين رح يلجأوا لاستخدام الانترنت الفضائي. الانترنت الفضائي هو الساتلايت العادي اللي نحن عم نستخدمه للتي في، بيعمل بنفس المبدا، ولكن الساتلايت العادي هو عمليه استقبال لاشاره هي بالاساس موجوده. القمر الصناعي بس اشاره قويه، فانت بتستقبل هي الاشاره وبتشوف التي في. هلا هي الاشاره ما في حدا يكشف انه انت عم تستخدم اشاره، لانه هي بالاساس موجوده بالجو، موجوده بالنطاق اللي احنا موجودين فيه. ولكن الانترنت هو عباره عن عمليه استقبال وارسال بيانات، فانت مضطر انك تبني اتصال اخر لحتى تدفع انت بيانات من الساتلايت تبعك، من الدش تبعك للقمر الصناعي. فانت بحاجه لكميه باور، طاقه عاليه جدا لتوصل هي الاشاره للقمر الصناعي. هي الطاقه بامكان كشفها، ما فيني اقول لك بسهوله، ولكن بامكان كشفها. وعلى ما اعتقد اغتيال الصحفيين الفرنسيين اللي تم بحمص تم بسبب تتبع الاتصال الفضائي اللي كانوا عم يستخدموه. هلا انا بنصح دائما انه بيحطوا، هلا صار في للاسف بسوريا كثير بيوت مهدمه مخربه بالمناطق اللي عم تنضرب، فانا بنصح دائما انه يحطوا الانترنت الفضائي بمكان بعيد، بمكان فارغ ما فيه حدا، ويمدوا اما كابلات او يمدوا وايرليز، يعني لا مثل واي فاي العادي الموجوده لبيوتهم، للبيوت اللي هن موجودين فيها. فهيك اذا لا سمح الله تعرضت المنطقه لقصف هن بيكونوا بامان. طيب عظيم دلشاد، بالنسبة لمنظمة أو جمعية تقنيين أو تقنيون لأجل الحرية، ماذا تخبرنا عنها؟
قانونين لأجل الحرية هي مجموعة بدأوا مجموعة تقنيين سوريين بعد ما بلشت الثورة بسوريا. مثل ما حكيت لك من البداية، إنه بداية الثورة الأطباء تجمعوا مع بعضهم لحتى يقدموا دعم، الفنانين عملوا جروبات عم تعطي رسالة بطريقة ما. نفس الشيء شفنا إنه نحن كتقنيين لازم نكون مع بعض ولازم نكون منظمين بعملنا لحتى نوجه رسالة بشكل محترف اكثر، ونوجه رساله ونجمع خبرات اكثر. لانه بالنهايه هلا مثلا انا اختصاصي نظم تشغيل، في ناس ثانيه اختصاصها برمجه، في ناس عارفه اكثر بامن المعلومات، فنساعد بعضنا. فتقنيين لاجل الحريه بدات بكم شخص يعني، وانا انضميت لهم بعدين، وحاليا مجموعتنا عم تتابع دائما الفيروسات اللي بتطورها النظام السوري بالتنسيق مع شركات على مستوى جوجل وسيومنتك، نتابع مواضيع المعتقلين وحساباتهم بالتنسيق مع شركات مثل فيسبوك وياهو، عم نحضر إيفنتات على مستوى العالم. الفيرتوس لينوكس هو مندرج ضمن التقنيين لأجل الحرية، بالإضافة لأنه كمان عم نجري دورات تقنية أونلاين. يعني لحد هاللحظة أكثر من 254 إنسان استفادوا من دورات أمن المعلومات الأونلاين اللي عم نعملها، اللي ما بدها غير أنك تفوت وتحضر الدرس، وهو عبارة عن صف افتراضي كامل، بالإضافة للتحذيرات التقنية وإلى آخره. فبدأت بمجموعة صغيرة وتبلورت لأخذت شكلها كمؤسسة نتمنى أن يكون لها مستقبل بالبلد. وهي المؤسسة أغلبها من الشباب السوريين يعني، ولا في من كل العالم أو من الوطن العربي تحديدا؟ الأشخاص اللي عم يشتغلوا بالمجموعة هم شباب سوريين حتما، ولكن في عنا تنسيق كتير عالي مع مثل ما حكيت لك مع خبراء تقنيين موجودين من حول العالم من كافة المناطق، خصوصي بأمريكا. يعني في كتير مجموعات ناشطة لموضوع حرية الإنترنت وموضوع حرية التعبير على الإنترنت يعني، فهذا الشيء ساعدنا كتير. طبعا بس إضافة صغيرة، مجموعة تقنيين لأجل الحرية نشحت أنه تجبر الحكومة الأمريكية تعدل بتاريخ 18 قرار العقوبات على سوريا بعد حملة ضخمة أجريناها أونلاين وأخذنا دعم من كتير ناس. الحكومة الأمريكية اضطرت أنه تفصل بعقوباتها ما بين التكنولوجيا اللي يستفيد منها النظام والتكنولوجيا اللي بيستخدمها الناس. فنجحنا من كم يوم مثلا باستعادة مجموعة مواقع سورية تم حجبها بسبب العقوبات على سوريا. فعم نشتغل بتنسيق عالي حتى على موضوع العقوبات ومحاولة إزالة العقوبات عن سوريا من ناحية تقنية. عظيم جدا. طيب فيك تخبرنا شيء عن مدى علاقتك بالحراك منذ البدء وحتى الآن؟ طبعا نحن ما بدنا نعرف أسماء أو أحداث، بس هل ما زلت يعني على اتصال مع شباب الثورة وتنسق معهم؟ يعني يمكن الدورات اللي حكيت عنها هي جزء أو موجهة للشباب بالداخل، يعني كيف ممكن شباب الخارج وتحديدا من أمريكا تقديم المساعدة في دعم الحراك الثوري في سوريا؟ هلا مثلنا مثل اغلب الشباب السوريين اللي شافوا حالهم انه لازم يكونوا جزء من هذا الشيء اللي عم بيصير لمصلحه البلد يعني. فكنت كمان يعني انا تميت بسوريا تقريبا ل 12 2011 يعني، بعد ما اضطريت اني اطلع من سوريا. فاشتغلت بشكل قريب كثير من مجموعه، ما بدي يعني نسمي بالاسماء، اشتغلت مع غالبيه الناس يعني، انه من ناحيه الدعم التقني وهو الشيء اللي انا بفهم فيه يعني. بعد ما اضطريت اطلع من امريكا فعلا يعني من برا فكره الناس اللي موجوده برا يعني، اولا انا بعرف كثير اطباء هون مثلا بيشتغلوا عم بيامنوا اجهزه طبيه مثلا، عم بيامنوا ادويه كثير حساسه وعم بيحاولوا يبعتوها. الناس اللي عم تبعت دعم مادي، الناس اللي عم تروح توصل رساله الداخل بمؤتمرات وبندوات وبايفنتات بشكل عام. فالناس اللي برا يعني، حتى ونحن برا ما حسينا للحظه انه انفصلنا عن الداخل، بالعكس استمراريه عملك يعني العمل للحراك صار جزء من حياتنا اليومية يعني بشكل أو بآخر. فبالعكس أنا شفت حالي كتقني قدرت ساعد بشكل أكبر من أني كنت بسوريا مهدد ما في إنترنت إلى آخره. بالعكس أنا شفت حالي برا عم ساعد بشكل أكثر من أني يكون جوا يعني. فبالعكس في كتير ناس بإمكانها تقدم برا أكثر من جوا. صحيح. طيب إضافة لكل النشاطات اللي أنتوا عم تقوموا فيها مشكورين طبعا، هل هناك يعني بأمريكا تحديدا أو بواشنطن في نشاطات فكرية أو فنية أو مثلا ندوات تقام للرأي العام الأمريكي لتعريفهم بالقضية السورية؟
هلا انا بصراحه بعتبر حالي شوي جديد بامريكا يعني، بس بامريكا في كتير حراك عم بيصير يعني، مثل اي مدينه بصراحه بالمغترب، مثل اي مجموعه سوريه بالمغترب عم تقدم للثوره، ان كان بتنظيم مظاهرات او ان كان بتنظيم ندوات او حفلات خيريه. من فتره على سبيل المثال صار حفله هي كانت بتنظيم من البي دي بي، الحزب الكردي في تركيا، صار بتنظيم منه اللي دعم مثلا رأس العين، فصار في احتفالية كبيرة، صار فيها حكي ثقافي، صار فيها حكي سياسي، وصار فيها دعوة للناس من كل المنطقة، من تركيا، من العراق، من أغلب الدول، إنه ليجوا يشاركوا ويتبرعوا ويتقدموا لأخوتهم اللي موجودين بسوريا واللي بحاجة لدعم. فبصير في حراك، بس بصراحة أنا شفت أكثر مدينة سورية فيها حراك ثقافي قوي، عفوا أكثر مدينة، أكثر مجموعة سورية بالمغترب بتشتغل على الصعيد الثقافي، على الصعيد توصيل الرسالة، النشاط هذا المستمر، كانت باريس. كانت باريس. طيب عظيم. شو بتخبرنا معناته عن العنصر النسائي في الثورة وقت ما أنت ما بلشت مع الشباب في الثورة، وفي الخارج كيف كان التجاوب بداية وكيف هو عليه الحال الآن؟ يعني ببداية الثورة وصدقا من لما كنا بدمشق، أنا بتذكر المجموعات النسائية كانت أكثر من المجموعات الشبابية. ما بعرف هل الحال على الأرض كيف، بس أكيد بعضهم موجودين، بس يعني حتى يعني بتذكر أول ما بلشت تتشكل التنظيمات الثورية على الأرض، إن كانت لجان التنسيق المحلية وإن كانت اتحاد تنسيقية الثورة، فكانت الست سهير والست رزان وكان مجموعة من الناشطات اللي هن برزوا ببداية الحراك يعني، حتى برا يعني. بالعكس العنصر النسائي في عنده صدق شوي من ناحية، بحس عنده صدق من ناحية القضايا الوطنية يعني، رؤيته للقضية الوطنية هي متعلقة بالحس المرهف اللي موجود عنده، فحسيت انه العنصر النسائي بل اكثر من رئيسي يعني. عظيم جدا. طيب هلأ راح أطرح عليك سؤال، أكيد لو سألته لأي سياسي راح يعرف كيف يجاوب عليه دبلوماسيا أو يمكن يتهرب منه. شو رأي الشباب، شباب الحراك والشباب اللي موجودين بالخارج هلأ بأداء المعارضة بجميع أطيافها؟ هلأ بصراحة يعني اليوم بتلاقي حتى إذا بتسأل شاب هذا السؤال ممكن راح يبلش فوراً بيقولوا بالشامي تكسير المعادن، ما انه هجوم فورا على المجموعات السياسيه، ولكن انا برايي اغلب المجموعات السياسيه الموجوده اليوم على الساحه اللي عم تمثل المعارضه بكافه اتجاهاتها هي مجموعات بالاساس موجوده وعندها اجنداتها السياسيه وعندها طريقه عمل السياسي، فهن نضالهم السياسي انا برايي اليوم ما اختلف كليا عن نضالهم السياسي ما قبل الثوره. في تقصير من ناحيه ادراك الواقع، معرفه الحقيقه، فهم الوضع، فهم المتغيرات الدولية اللي عم بتصير. هذا الشيء كمان بيرجع بيخلينا نعرف السبب الرئيسي بتأخر الحراك بسوريا، اللي هو بطء تأقلم المعارضة وفهمها للواقع السياسي إن كان داخليا أو إن كان دوليا ومتابعة لمجريات الأحداث. هلا فأنا بتمنى إنه يكون في عودة أو إيجاد نوع من التوازن ما بين حراك الشارع ومطالبه على المستوى السياسي أو الصعيد السياسي، وما بين تطور المعارضة ضمن الخط الزمني لوصول لهي المرحلة اللي ممكن نخلق توازن ما بين الجهتين. وقت أنا متأكد إن شاء الله راح يكون في تقدم يعني على الصعيد السياسي، وبالنهاية لازم ما ننسى أن سوريا كانت بلد محرومة من حراك السياسي، فأنا عم شوف في تطور طبيعي، أنا عم شوف في مرحلة طبيعية من الفوضى لازم نمر فيها لحتى نوصل للشيء اللي كل الناس بدها اياه. أكيد دلشاد. طيب بالنسبة لك أو بالنسبة للشباب اللي بتجتمع معهم أو بتقعدوا مع بعضكم، يعني أي تنظيم سياسي لقيتوه، تنظيم معارض سياسي أقرب إلى الشباب وقادر على استقطاب الشباب من التنظيمات الأخرى؟ هلا بصراحة ما بعرف، أنا شوي بعيد كليا عن الصعيد السياسي، ولكن للأسف اليوم عم نشوف انقسامات واضحة يعني، مثلا شباب الداخل يعني في انقسام واضح صراحة ما بين الأطراف السياسية، وهذا بيثبت كلامي إنه النضال السياسي للمعارضة مختلف كليا عن النضال والفكر السياسي للشباب اللي موجودين على الأرض أو حتى اللي موجودين ببرا. أنا ما فيني أقول لك أنا شو أكثر
تنظيم سياسي قريب للشباب، بتوقع كل مجموعة مؤمنة بمجموعة معينة، بس بالنهاية بقول لك يعني، أو قريبة، ما رح أقول لك مؤمنة، أو بقول لك مثلا قريبة لفكر معين، بس بالنهاية لما عم نشوف، مع احترامي أكيد لنضال الناس اللي أكبر بالعمر، بس لحد اليوم ما في قادة شباب، هذا دليل أنه ما في أي مجموعة سياسية موجودة على الأرض فعلا، أو مجموعة موجودة حاليا على الساحة هي فعلا ممكن تكون بوتقة لحتى ينصب في القوة والتنظيم الشبابي اللي موجود حاليا ويتم استثماره للأسف. طيب ليش الشباب ما قاموا بهيك خطوة برأيك دلشال؟ اليوم الشباب أغلبهم مشغولين بأعمال هي كانت جهات سياسية مفروض تقوم فيها. يعني اليوم لما أنا عم شوف مجموعة شباب كانت شغلتهم ينظموا مظاهرات بالداخل، بينما اليوم ما عم بيلحقوا على عمل إغاثي وعلى عمل إنساني، بخليني أنا اقتنع أنه باليوم في عنا 24 ساعة، إذا الشاب رح يشتغل 18 ساعة بالإغاثة فأكيد بده كم ساعة لحتى ينام، فما في وقت لحتى يمارس عمل سياسي أو حتى يطرح فكرة لمشروع سياسي. فالمجموعات السياسية مشغولة للأسف بأمور هي اللي لازم، يعني أنا برأيي المجموعات السياسية هي اللي شغلتها تجيب تمويل للإغاثة، تنظم مجموعات إغاثية، تنظم العمل نوعا ما، مو الشباب هي هن شغلتهم يتركوا حراكهم، يتركوا عملهم، يتركوا خلينا نقول المواقع القيادية اللي استلموها بالشارع لحتى يلتجئوا للعمل الإنساني. فصراحة هذا هو السبب أنه في حلقة مفقودة، في ناس ما عم تقوم بواجبها المطلوب منها. طيب برأيك دلشاد، يعني هل ما زال اختيار النضال السلمي المدني أمر ممكن في ظل الكم الهائل من العنف الذي بات المحرك الأساسي لجميع الأطراف على الأرض للأسف؟ ولماذا إذا كانت الإجابة بإيجاب؟ هلا أنا شوي بصراحة متمسك مع أنه بشوفها منفصلة عن الواقع، يعني أنا بشوف حالي منفصل عن الواقع جدا بفكرة السلمية اللي دائما بنادي فيها وفكرة السلمية اللي بشوفها هي الصح، ولكن اليوم نتاج هذا العنف اللي أنت حكيت عنه، نتاج السلاح اللي موجود، حياته السلاح ما جاب سلام، يعني حياته السلاح نهائيا ما جاب سلام يعني. فمجرد يكون في ناس تستمر ولو هذا، برجع بقول لك ولو انه هو حقيقه انه نحن منفصلين عن الواقع، ولكن استمراريه وجود ناس عم بتطالب ببقاء هاي الحس المدني، الريحه المدنيه الموجوده اللي ممكن بكره نستغلها ونستخدمها لحتى تصلح الشقوق اللي صارت بالمجتمع وبالدوله، يعني فمجرد بقاء النضال السلمي هو هذا الضوء الاخضر اللي بخلينا نطمن انه رح يكون في مجال بكره لتتصلح امور كثير خربها السلاح. اكيد دلشاد. طيب تبقى معنا قليل من الوقت دلشاد، يعني بتمنى منك تحكي رساله اللي حابب انت توجهها للشباب وصبايا الثوره باخر لقائنا هذا، تفضل. ما بعرف، برجع بس بحكي على موضوع الضوء الأخضر، أنا هذا الروح المدنية والحراك السلمي اللي موجود بحياته، الحراك السلمي ما كان ضد أي طائفة أو ضد أي دين أو ضد أي فكر، يعني بقاء هذا الحراك، بقاء هاي الروح ضمن المجموعات ولو كانت قليلة هو الحل الوحيد لنرجع نبني جسور مرة ثانية. هاي الجسور اللي أنا متأكد ما رح تستمر بلدنا بلا هاي الجسور يعني. فهاي هي الشغلة، ومع الاحترام الكامل لباقي المجموعات الموجودة على الأرض، السلاح كان ردة فعل، واللي عم يحمي السلاح ويحمي أهله بالنهاية هو بطل وعم يحمي شرفه، يعني بغض النظر من هو ضمن أي مجموعة يعني، ولكن وجود المجموعات المدنية والسلمية اللي هي ضد السلاح هذا رح يكون الطريق الوحيد لنرجع البلد مثل ما كانت وأحسن. وبهي الرسالة الرائعة دلشاد نختم برنامجنا، ونشكرك قبل ختام برنامجنا لهذا الحضور الرائع، لهذه الروح الشبابية الثورية الرائعة، لهذا الحس المرهف. شكرا لك دلشاد على هذا اللقاء الرائع حقيقة، كنت معنا من واشنطن. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية حلقتنا من برنامجكم صدى المواطنة، على أمل اللقاء بكم يوم الخميس القادم. تصبحون على وطن، تصبحون على أمل.